السلام عليكم، معكم مهندس كرول سفعت. ان شاء الله النهارده هناخد الكوميونيكيشن بشكل عام والفروق الجوهريه بين اليو ارت واليو اس بي والاي سكوير سي والاس بي اي في حاله ان انا بوصل مايكرو كنترول مع ديفايسز كتير مختلفه. طريقه التوصيل هتبقى ازاي؟ مثلا عندنا الار تي سي مثلا والاي سكوير بيروم، يا ترى هوصلهم اي سكوير سي ولا اس بي اي، وايه الاختلافات ما بينهم؟ تعال مع بعض كده نعرف الكوميونيكيشن بشكل عام. هنتكلم على الواير طبعا لان في وايرلس، هنتكلم على الواير اللي هي بتحتاج خطوط لنقل الداتا، تنقسم لسيريال او بارل. السيريال تنقسم الى سينكرونس لاسينكرونس، ينقسم ليو ارت واليو اس بي، والسينكرونس ينقسم لاي سكوير سي والاس بي ار. زي ما قلنا الواير كوميونيكيشن عباره عن بارل كوميونيكيشن، ده النوع الاول، وهي تسمى بالاتصالات التفرعي، ودي ان بنقل كل الداتا مره واحده. زي ما انتم شايفين هنا عندي ديفايس واحد وادي ديفايس اتنين، بنقل الداتا ما بينهم مره واحده. زي مثلا ما وصل ال سي دي او جرافيكال ال سي دي مع المايكرو كنترولر بتاعي، سواء كان بيك او اف ار او اردوينو، هتلاقي بتوصل كل خطوط الداتا هنا. فالداتا اللي بتطلع هنا عباره عن مين بارل، زي ما احنا شايفين هنا ان انا ببعت الداتا كلها مره واحده، فبالتالي بحتاج سلوك كتير، فده بيزود من التكلفه. كل ما زادت المسافه هنا التكلفه بتزيد. هنلاحظ هنا هنلاقي بيبعت بايت في المره الواحده بين الاثنين ديفايسز. اما السيريال كوميونيكيشن فدي بنقل بت واحده في المره، عن طريق ان انا لو عندي بايت هنقل بت في كل مره. زي مثلا لما اوصل ال سي دي عن طريق مايكرو كنترولر، بس بيبقى في خطين بس، ده انا وفرت في الخطوط هنا وبالتالي انا قللت في التكلفه. اي نعم بيبقى ابطا شويه. هنشوف هنا، هنلاحظ هنلقى ان هو بينقل بت في المره زي ما انتم ملاحظين كده. زي ما انتم شايفين بينقل بت في كل مره. السيريال كوميونيكيشن تنقسم لاسنكرونس، وهي البيانات المرسله لا تكون متزامنه، ودي زي اليو ارت واليو اس بي، الاثنين نفس الكونسيبت او نفس المفهوم، ما فيش اختلاف. وهي انا عندي داتا ببعتها مباشره، الداتا عندي بتبدا بستارت بيت، بتعمل انشياليزيشن، وبعد كده الداتا اللي انا عايز ابعتها، وبعد كده البارتي بيت، وبعد كده الستوب بيت. الستارت بيت هي بيت بدايه الارسال من دي 0 لدي 7، اللي هي الداتا اللي انت عايز تبعتها. عندنا البارتي بيت اللي هنا في الاخر، دي عباره عن بيت تستخدم في التحكم من صحه البيانات. اما الستوب بيت دي بيت نهايه الارسال. طبعا زي ما انتم شايفين ان انا ممكن اعمل اتصال بين الجهازين في نفس الوقت، فعشان كده هو اسمه فول دوبلكس، يعني ينفع استقبل وارسل من الديفايس في نفس التوقيت. النوع الاول اللي هو اليو ارت، وهو اختصار يونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر. هنا عندي ديفايس واحد وادي ديفايس اتنين، هنا بيبقى عندي تي اكس وار اكس لكل ديفايس. تي اكس الخاصه بالجهاز الاول بوصلها بالار اكس الخاصه بالجهاز الثاني، الار اكس الخاصه بالجهاز الاول بوصلها بالتي اكس الخاصه بالجهاز الثاني. ما انساش اوصل جراوند مع الجراوند للاثنين ديفايس. طبعا هنا وصلت الربط بين جهازين عباره عن بير تو بير، وكمان ما انساش البودريت اللي هبعت بيها من الجهاز الاول لازم تتناسب مع مين؟ مع البودريت اللي هيستقبل بيها الجهاز الثاني، لازم يبقى في توافق في البودريت بين الجهازين. طب هنا لو الديفايس ده شغال مثلا ب 5 فولت والديفايس ده 5 فولت، ما فيش مشكله، اعمل اتصال مباشر. طب يا ترى لو عندنا مايكرو كنترولر عايز اوصله بالكمبيوتر، الكمبيوتر بيشتغل من 10 لسالب 10 الرينج بتاعه، المايكرو كنترول بتاعنا بيشتغل من 0 ل 5 او من 0 ل 3.3 من 10 فولت، فينفع اعمل اتصال مباشر؟ بيقول لا ما ينفعش، لازم تجيب درايفر في النص او كونفرتر بيعمل على تحويل القيمه من 0 ل 5 لقيمه تكافئ الديفايس الثاني. يعني من 0 ل 5 هنا هتتحول من سالب ل 10 ل 10 عشان الجهاز ده يعرف يفهم الداتا اللي جايه. طبعا لو انا المايكرو كنترولر عايز اوصله بالكمبيوتر بي سي، الكونفرتر او درايفر اللي في النص ده هيبقى مين؟ ماكس 232. ما زلنا في النوع الاول من السيريال كوميونيكيشن وهي اسنكرونس. هنتكلم على اليو اس بي. اليو اس بي ما فيش اختلاف عن مفهوم اليو ارت اللي احنا شرحناه، الاختلاف بسيط جدا، وهو ان انت عايز توصل مايكرو كنترول بتاعك عن طريق اليو اس بي بتاع الكمبيوتر. طبعا نفس الفكره، هتستخدم ماكس 232 عشان تحول من 0 ل 5 ل 10 لسالب 10، بعد كده بتاخد اليو ارت اللي طالع هنا بتحوله اليو اس بي عن طريق يو اس بي تو ار اس 232 كونفرتر. ده كل الفكره، ونفس المبدا ان هو فول دوبلكس، تقدر تبعت وتستقبل من الجهاز في نفس التوقيت. نروح بعد كده النوع الثاني من السيريال كوميونيكيشن وهو سينكرونس، وهي هنا البيانات بتبقى متزامنه، تنقسم لنوعين او في منها نوعين، اي سكوير سي واس بي اي، وهي ان انا عندي خط للداتا وخط للكلوك. الكلوك دي بتبقى سكويرد ويف، طبعا بتبقى من واحد وزيرو، دي اسمها سايكل هنا، عن طريق التزامن ان عند بوزيتيف ايدج الكلوك بيطلع قبلها كده يقول لك ان دي بت او قيمه بت او دي داتا جايه له،
يجي هنا برضو عند الرايزنج ايدج برضو يجي هنا يقول لك هنا في زيرو البوزيتيف ايدج او الرايزنج ايدج عندي يقول هنا واحد. فالكلوك هنا بتقرا الداتا عند الرايزنج ايدج ولا الفولينج ايدج ولا الهاي ليفل او اللو ليفل اللي بيتحكم فيها الماستر. فده لا يعنينا في شيء، اللي يهمنا ان هو سنكرونس، ان الداتا ما تتبعتش الا عن طريق كلوك. نفس المفهوم برضو هنا ستارت بيت وبعد كده الداتا وفي حاجه اسمها باريتي بيت وبعد كده الستوب. اتفقنا هنا هيبقى في ايه بين الديفايس الاول والديفايس الثاني، الاول يطلق عليه ماستر الثاني يطلق عليه سليف، بيبقى في خطين، خط للكلوك وهو لتزامن الداتا وخط للداتا. الداتا هنا بيتم ارسالها واستقبالها على نفس الخط، فبالتالي ما ينفعش ابعت واستقبل في نفس التوقيت. طبعا هنا زي ما احنا قلنا ده مين الماستر بتاعي، هوصل الديفايسز كلها اي سكوير سي، بيبقى عندنا خطين، خط للداتا اس دي اي وخط للكلوك اسمه اس سي ال. كل ديفايس طبعا هيتوصل بالخطين دول. ما انساش اوصل الارضي بتاع الاجهزه بالارضي بتاع مين الماستر اللي هو مايكرو كنترول. بيقول لك ان كل الديفايسز اللي عندك دي عباره عن اوبن كوليكتور او اوبن درين، فلازم واجباري ان انت توصل مقاومه من كل خط من الكلوك والداتا ب 5 فولت، بتبقى بول اب ريزيستور. طبعا ده بيبقى سنكرونس عشان بيحتاج لكلوك تزامن، بيبقى هاف دوبلكس لان خط الداتا ما ينفعش ارسل واستقبل عليه في نفس الوقت، يا اما ارسل يا اما استقبل. بيشتغل بخاصيه ماستر سليف، ان بيبقى في ماستر متحكم في الخط والباقي سليفز. ممكن يبقى عندي مالتي ماستر، ان عندي اكتر من ماستر على نفس الخط وبيتحكموا في الخط. ما انساش قلنا لازم توصل مقاومه هنا بول اب ريزيستور بال 5 فولت لكل خط من الاثنين. قيمه المقاومه دي طبعا بيقول لك انها تتراوح بين 4.7 ل 10 كيلو. انا بوصل 10 كيلو ام دايما ثابته مع 5 فولت، اجباري عند استخدام اي سكوير سي ان انت توصل مقاومه 10 كيلو ام. طبعا هنا زي ما قلنا بيبقى في كلوك هنا اس سي ال، دي الكلوك بتاعتنا، وبيبقى في داتا انا ببعتها، فبيبقى تزامن هنا اتفقنا زي ما احنا قلنا سواء عند الرايزنج ايدج او فولينج ايدج بيحدد الداتا اللي جايه له ويقراها. بيبقى البروتوكول ازاي؟ ستارت بيت، بعد كده الديفايس ادرس، بيبعت الادرس بتاع الديفايس، بعد كده ريد او رايت، بعد كده اكنولج، بعد كده الداتا، بعد كده اكنولج، بعد كده ستوب. الستارت بيت دي اللي بيبعتها الماستر، بعد كده الديفايس ادرس. انت اتفقنا ممكن يبقى اكتر من جهاز على الخط عندك، زي هنا اكتر من جهاز على نفس الخط، فيا ترى انت انهي جهاز فيهم هتبعت له الداتا؟ فده عن طريق تحديد الادرس بتاعه، العنوان. فانت بيكون في عنوان بتحدده للديفايس سواء من الداتا شيت او انت بتحدده عن طريق الهاردوير، وبناء عليها تحدد الديفايس اللي انت عايز تبعت له الداتا. فريد ولا رايت هنا الديفايس ده عايز تقرا منه او تكتب فيه. لو انت عايز تقرا منه يبقى انت بتعمل ريد، بتروح هنا البت دي حاطط واحد. اما لو انت عايز تكتب فيه داتا او تبعت له داتا يبقى رايت هنا تحط زيرو، تيجي هنا في البت دي تحط زيرو. بعد كده اكنولج، تيجي رد من الديفايس ده للماستر او المايكرو كنترول يقول له تمام ده الادرس بتاعي انا موجود على الخط. روح بعت له بعد كده الداتا في 8 بت بايت، وبعد كده يجي اكنولج من الديفايس للمايكرو كنترول يقول له تمام انا كده استقبلت الداتا، وبعد كده يعمل ستوب عشان ينهي الاتصال. اما الاس بي اي هو اختصار سيريال بريفرال انترفيس، اما الاي سكوير سي هو اختصار لانر انتجريتد سيركت. وهنا بيبقى برضو سنكرونس، بيبقى في خط للكلوك، بس هنا الميزه بيبقى في خطين للداتا، في خط للارسال من الماستر للسليف، ده خط الارسال للداتا، وفي خط تاني للاستقبال انه يستقبل الداتا من السليف اللي راحها للماستر. وما انساش اوصل الارضي بالارضي او الجراوند بالجراوند. يبقى هنا عندنا خط الكلوك بوصله بالكلوك بتاع الديفايس، هنا ماستر اوتبوت سليف انبوت، يعني الماستر هو اللي هيطلع الداتا والسليف عنده هيبقى انبوت، يعني اكنك انت هتبعت داتا، فبالتالي هناك لما تستقبلها اسمها سيريال داتا انبوت او سليف داتا انبوت. هنا العكس، لو السليف داتا اوتبوت او سيريال داتا اوتبوت الديفايس ده اللي هيطلع الداتا، فبالتالي بستقبلها على بن اسمها ماستر انبوت سليف اوتبوت، يعني الماستر هنا كانبوت هيستقبل الداتا، بالتالي عندي خطين للداتا وعندي خط مين للكلوك، وفي كمان خط لتحديد مين الادرس بتاع الديفايس. الادرس هنا بتاع الديفايس ده بيتم تحديده عن طريق مين بن زياده كده بوصلها عن طريق المايكرو كنترولر البن دي ان هي الادرس بتاع الديفايس ده. طبعا اتفقنا ان هو بيبقى سنكرونس متزامن، وميزته هنا فول دوبلكس، يعني ينفع ارسل واستقبل داتا من السليف عندي في نفس التوقيت، لان اتفقنا في خطين، خط للارسال وخط للاستقبال، ده بيسمح لي ان انا استقبل وارسل في نفس التوقيت. طبعا بروتوكول اس بي اي بيستخدم بكثره في التطبيقات التي تتطلب سرعه في نقل البيانات غير الاي سكوير سي. الاي سكوير سي بطيء شويه زي ما احنا قلنا لان هو مين هاف دوبلكس.
احيانا بعض الديفايسز تلقى الاس دي اي والاس دي او مش موجودين او مش مكتوبين، بيبقى الاسماء متغيره. تبقى ازاي؟ بص معايا كده، الكلوك اس سي ال كي دي الكلوك، هنا بيبقى ايه؟ ماستر اوتبوت سليف انبوت، لان الماستر بيبقى اوتبوت وسليف انبوت يعني هيبعت داتا، فالسليف عندك لازم توصله بالماستر اوتبوت سليف انبوت، لان السليف هيبقى انبوت هنا عشان انت تبعت له الداتا. في نفس الوقت هنا الماستر انبوت سليف اوتبوت، يعني الماستر هيبقى انبوت والسليف هيبقى اوتبوت، فوصل البن دي بدي، دي لو كانت الاسماء متغيره، يعني البلوك اللي فوق هو نفس البلوك اللي هنا، الاختلاف في المسميات مش اكتر. ممكن هنا يسميها سي اس دي الخاصه بالادرس او البت اللي بتحدد الادرس بتاع الديفايس، انت عايز انهي ادرس تبعت له داتا، او ممكن يسميها اس اس، خلي بالك ان هي منفيه. هنا لو انا عايز اوصل اتنين ديفايسز مع بعض اس بي اي، لكن لو اكتر من ديفايس هوصل الكلوك بكل الكلوكات الخاصه بمين؟ بالاجهزه الاخرى. ما انساش ماستر اوتبوت سليف انبوت، هوصلها بماستر اوتبوت سليف انبوت في كل واحد فيهم، وكمان ماستر انبوت سليف اوتبوت هوصلها بماستر انبوت سليف اوتبوت في كل واحد فيهم هنا اهو كده، عشان المايكرو كنترولر يقرا من كله. كمان ما انساش اتفقنا ان البت اللي هنا دي اللي خاصه بالاس اس دي خاصه بتحديد مين؟ الادرس، انت انهي جهاز على الباص عايز تبعت له داتا، فهنا بالتالي البت دي خاصه بالادرس الاولاني، والبت اللي هنا خاصه بالادرس الثاني، والبت الثالثه خاصه بالادرس الثالث او بالديفايس الثالث، وبالتالي عندي 3 بتس هنا بيطلعوا بيحددوا انهي جهاز او انهي ديفايس انت عايز تبعت له الداتا، ودول بكتبهم او بحددهم في البرنامج بتاعي. اتمنى ان انتوا فهمتوا حتى لو فكره مبسطه عن السيريال كوميونيكيشن اللي هي اليو ارت واليو اس بي والاي سكوير سي والاس بي اي. انتظرونا في حلقات السيريال كوميونيكيشن، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، السبسكرايب مهم عشان تقدر تتابعنا في كل فيديو بنرفعه جديد، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيه بأي فيديو بنرفعه. شكرا جزيلا.